هلو لوتي، معكم مازن من قناة توفاك 777. اليوم في تبعنا كتير مهضوم هو على المثل مثل يلي عم يشتري السمك بالمي. هلا أول شي شو معناتها المثل؟ معناتها مثل أنت عم تشتري سيارة شفتها أونلاين على الإنترنت، اشتريتها مباشرة، لا رح تفحصها، لا شفتها، لا شفت الوضع تبعها، لا كيف من جوا من برا المحرك، ما شفت أي شي، مباشرة اشتريتها. مثل هو ما قلنا، إذا مثل كأنه السمك بالمي عم تشتري من دون ما تشوفه. شو هو المقابل له بالألماني؟ المقابل بالألماني هو دي كاتسيم زاك كاوفن. نفس الشيء المبدأ، أنه تشتري القطة أو البسي بالكيس من دون ما تشوفها، نفس المبدأ تماما، مثل عم تشتري السمك بالمي. وهي بكون خلص الفيديو تبعنا. إذا بتحبوا هيك أنماط من الفيديوهات أكيد فيكن تعبروا عن رأيكم تحت بالتعليق. وفي درسكم، نشوفكم بالفيديو القادم. Ciao.